السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم رياض. طبعا عندنا اليوم تنظيف البوابة أو الثروتل لاند كروزر 2001 في اكس ار 8 سلندر. راح ننظف الثروتل، راح نشوف مشكلة الخانة، شوف الكربون، شوف الفراجات، وراح ننظف إن شاء الله حساس الهواء. راح نفصل الفيش كهرباء، راح نفصل الدعسة أو سلك الدعسة اليدوية، طبعا تعتبر يدوية لأنها فيها سلك وليس كهربائية. نفصل الهوز اللي هنا المسمار اللي حطني يتكسر معنا الهوز، راح نفك المسامير الأربعة اللي هنا واللي هنا، وراح نفك اللي هو الدعسة. هذا اللي فصلنا سلك الدعسة، بقي معنا الهوز اللي هنا واثنين هوزات هنا، راح نفكهم بعد ما نطلع الثروتل. هذا برضو حساس الهواء لاند كروزر 2001 8 سلندر، راح نضغط ان شاء الله نوقف الحساس ونرجع نركب ان شاء الله. تنظيف البوابة الخلف والداخل، طبعا هذا الوساخ في نفس البوابة لكن نفس الإطار نفس القاعدة، إن شاء الله إنها نظيفة بالكامل. تم تنظيف الحساس، أنا راح أطبق إن شاء الله تركيب البوابة والحساس.